يسعد جمالك، بعرف ان جمالي هز الاردن هز وهز الوطن العربي. يعطيكم العافية، احنا بالاردن عندنا هزة بسبب جمال ومش طبيعي يا اخوان. الدول العربية الثانية طمنونا شو الوضع عندك وهزة. اخوي حمزة نفس الشيء قاعد بصير عندنا بفلسطين بغزة، كنا فاكرين انه هذا من طيارات الاسرائيلية بس طلع من عندكم. بالله عليك احكي لي، اتقي الله فينا يا شيخ. عودنا هذا وين وصلتنا للجزائر. الحمد لله ماشي قوية بزاف، يمكن متأخرة، لكن طمنونا باقي الدول واش كاين. انا كنت فاكر زلزال يا جدعان بس خذ يا رب البطيخ غنجيبك لبرا السراي. انا بنادم انا برطا تبدي بالي عندك الباك ديالي هاد العام غناخذو، يعني تجي غناخذو الباك ديالي غنمشي نكمل قرايتي برا باش نمشي ندير شي مشروع في بلادي نجاح. شنو شنو دابا دابا كيقول لي هذا الرد؟ سيري يا رب ديري شي حاجه خايبه، سيري ديري شي حاجه خايبه. هذا هو اللي بقى، هذا هو المنطق اللي كتقول قالت البلاد. واش مرتك فاش كانت كتعاون في بلاد بيسين وصدرها كامل كان كيبان ما هضرتيش؟ ما عنديش فورمه خاطرنا غريبه عاود. كنفهم ما تجينيش غير علاش كانت كتعاون بواحد البيجامه اللي هي شفافه ترونسبارونت وصدرها بان. قلت لها ملي تخدم كتقول دريتي تسير ما باش، قول لها مرتك السر هي الاولى. ما باش حيت ما عندهاش عاود. ما في وانا غادي في طريق مليان رجوع، امي سامحيني سوري ماما انا مشيت في طريق مليان رجوع، وبقيت براني غريب في بلادي ضايع جاي ماما انا يا بات انا منيت مات. She love me. واحد التمرين اللي جاني صعيب كاع، عطاونا واحد مليح من الطياره وقال لك حسب لي السرعه باش هو طايح. كي غنديروا حنا شي غادي نحاسبوا؟ مازال يعطونا شي واحد جاي على شي 50 شي سوين قدو نحسبوا لي السرعه باش زعما واحد طايح من الطياره. داكشي خلي الملك الموت واللي غادي يحسب لي السرعه ديالو. هادشي اللي كاينو الله يدير لنا شي تاويل ديال شينا لافك زيرو افا باش تخدم خاص ميراك. النهار طردوني درت غلط درداك اش مشيت لتمات خط الاحساس ماشي الامال. شفت عيسى وشاد البندير قلت له علمني كيف اي قال لي ولدي تا باقي صغير زمانه طويل مازال طير يدا لا لا يدا لا لا. سيدريس زايد ولد واش داياك سيدريس؟ مرحبا. لا لا سيدريس قبل تزوج انا سيريس العمراني. اش هذا؟ اش كدير انت تما؟ والو؟
اي مالك مالك سبحان الله العظيم الله يتسعد مطلق بحكي معهم ولا بحكوا معي ولا بحكي معهم ولا بحب احكي معهم ولا بحبوني ولا بحبهم وانا هيك طيب انا ضد الطبيعه انا ما بحب حدا انا ما بحب حلي انا حلي ما بحبه سبحان الله ماشي ناس ماشي ناس ما فيكمش الشروط ما كتوفرش لكم شروط الانسان كتشوفوا بيناتكم واحد كيتعذب وكتقاس ساكتين بيناتكم كتشوفوا الناس كتجي اجي همكم عند الكفار كتقول لهم الكفار يا الخرا يا الحجر شوفوا انتم حجر شوفوا هادو راه ما مسلمين ما كيشوف واحد كيتعذب كي ما يخليوش كيشوف واحد مريض وكتسكر وكطيح في الشارع هنا راه كت مالقى ما يدر مسكين بغا يمشي البحر ويريح في الصخر ويبقى يتمنظر وهي عطيه بالظهر وتحت من الظهر باليه مسكين غمسطر وبالرملة راه مغبر ديزا محدا مهمومة قال لي هزين تعالي نضربو شي عومة راه خاصني مستقبل ديالو وكا واش انا نمشي نتكع على شي واحد نقول له نبداو نطلب باش نطلع راه خاصني نمشي في الخدام خاصني هادي خاصني ندير باش نعيش ناكل يا عارف السهل خويا حطوا لي اسئله ما فهمتهمش وحطيت لهم اجوبه ما يفهموهمش شكرا طياره الشيخه خليني نقول المهم نتمنى تكون عجبتكم الفيديو الى عجبتكم ديروا لايك كما ديما ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش تجيبوا لي لي زابوني شويه المهم الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه الى عجبكم عاوتاني ديروا لايك الله يخليكم لايك لايك سبسكرايب لايك لايك وعيد مبارك سعيد